السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. قرار قضائي هام لأصحاب المعاشات بتأجيل دعوة صرف العلويات الخمسة لأصحاب المعاشات. تفاصيل الموضوع مع حضراتكم. أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظر دعوة أو جلسة تحضير خاصة بالدعوة المقامة من عبد الله بن فتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام الحكومة بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات تنفيذا للحكم الإدارية المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن إضافة العلويات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك إلى جلسة 26 يوليو المقبل للرد والتعقيب. اختصت الدعوة كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية بصفتهم. والدعوة طلبت أو بتطالب بتدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين اللي احنا قلناهم وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الاجتماعي وإلى جانب رئيس الوزراء، بتطلبهم بصرف الحقوق المالية تنفيذ لحكم الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من سنتين، واللي بتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلويات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير. وأضافت الدعوة أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أكده حكم آخر صادر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم بيفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ. وكمان استندت الدعوة في طلبها على أن الحكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء ووزير وزارة المالية ورئيس هيئة التأمين الاجتماعي مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية. يعني يا جماعة تم تأجيل نظر الدعوة إلى جلسة يوم 26/7 المقبل، إن شاء الله يكون فيها الفصل لهذا الموضوع. كان أعلن رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات استاذ عبد الله فتوح وقال ان ممكن الجلسه تتاجل جلستين او ثلاثه، وده امر طبيعي ما حدش يقلق، لكن ان شاء الله في النهايه يكون الحكم لصالح اصحاب المعاشات بصرف العلويات الخمسه ان شاء الله في القريب العاجل. ده كان تغطيه لحكم المحكمه الصادر امس بتاجيل نظر الدعوه اليوم 26 يوليو المقبل لرد والتعقيب من قبل التامينات، وان شاء الله يكون خير على اصحاب المعاشات. وكل عام وانتم بخير، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.